السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله ماما هتعمل لكم عصير بلح، طريقة سهلة وبسيطة وجميلة. ماما قولي ايه؟ بما ان الايام دي موسم البلح ان شاء الله، فاحنا فصصنا بلح وهنعمل عجوه ان شاء الله، وهنوري لكم برضو الطريقه. والنهارده هنعمل عصير بلح، جربوه والله سهل وجميل، وما حطيناش اي حاجه غير البلح وشويه سكر صغيرين والميه. كل اللي عايز يحط فانيليا بسيطه يحطه، اللي مش عايز ما يحطش. احنا ما مش عايزين فانيليا، فاحنا هنحط البلح اهو. بسم الله، شوية سكر صغيرين اهو، السكر حسب الرغبة. ايوه، وهنقوم كده ضربنا خلاص اهو في رغاوي. نمشي ليه؟ بسم الله. شوفوا شبه اللبن بالظبط ما شاء الله. مش محتاج لبن؟ لا لا، مش محتاج لبن، هو مي، هو بلح ونقشر ونحطه وسكر وبس. اللي عايز يحط فانيليا يحط. ويكون فيديو النهارده خلص، هو فيديو سريع وجميل، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، اهم حاجه يا جماعه فعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البلح يا جماعه مغذي للاطفال، بما ان الاطفال بيدوخنا وما بيرضوش ياكلوا وكده، فاعملوا لهم البلح عصير واكلوا لهم بلح برضو كتير، لان البلح فيه سكريات وحلو حلو يعني ما شاء الله. في اول ذاكرة. ايوه، لانه اللي عايز يخس ما يشربش العصير ولا بلح. اهم حاجه ايه؟ اكلهم بلح، واعملوا من البلح عجوه وكبيس، واحنا هنعمل البلح والكبيس معاكم ان شاء الله، وهتشوفوه ان شاء الله، هتشوفونا واحنا بنعمله عجوه، وهتشوفونا واحنا بنعمله كبيس. وهتشوفونا واحنا بنعمله كبيس. واتمنى ان يعني الحلقه دي تعجبكم ان شاء الله، وتعملوا العصير دوت لاولادكم ضروري ضروري، وليكم برضو والله، انتوا الكبار برضو حلو ليكم. وان شاء الله الموسم البلح الايام دي، فهاتوا واعملوا ونشفوا وفرموه في المفرمه واعملوه عجوه وخزنوه. العصير ما ينفعش في البلح اللحم، الخلاط مش هيرضى يسود. لا لا، بلح اسود، بلح اسود. وعلى فكره ممكن تقشروا البلح الاسود وتعبوه في اكياس وتعينوه في الفريزر. احنا عملناه قبل كده وحطيناه في الفريزر، والله برده كان حلو وقعد مده كبيره وما صابوش اي حاجه. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. طيب. مع السلامة.